اكلت بروسيا يا هايدي. انا عموكي بروسيا جايه هالقد كميه شوكليت مش طبيعية. لا بس انا بقالي 12 ساعه ما نمتش. شيبوشكي ايه شو بدك تغني لنا هايدي؟ اغني سألني الناس حاجه لفيروز. لفيروز شيء هيك يعني لايت دراما يعني. ايه لايت بس خفيفه يعني. هيك ما رح اعطيك لانه انت سبيشال ما انت جاي من السفر وما رح اعطيك وضع يعني. غني لنا سالوني الناس أوكي. مثل ما لازم يعني وضعك منك وفيك منك نايم وضعك منك وفيك شدي حالك وغني لنا مش كانك مش نايمه. بعرف انك تعبانه كثير. هاي غنيه كثير عزيزه على قلب كل الناس وحلوه اعطيها قيمتها. هي إلى خلفية وقت مريض جوزة للست فيروز وكان هو عطول يوقف هو يقيد الأوركسترا لأول مرة طلعت غنت باليه وهو مريض بالفرشة وعملوا لها الغنية. مروان حكي لك قصة دلوقتي فهي يعني عملوا لها الغنية عم بتقول سألوني الناس عنك يا حبيبي. يا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب واخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما بنكون سوا. سالوني الناس عنك سالوني قلت لهم راجع وعطلوني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوني. غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني. واللي انكوى الشوق انكوى لأول مرة ما بنكون سوا. ميرسي. هيدي اليوم جاي من السفر وتعبانة ورغم هيدا كله غنت وغنت حلو مبين انه صوتها تعبان هيك فيه بحة مبين انه نفسها تعبان لانه كمان مش نايمه ولكن المغنى كان حلو الاحساس كان حلو كان في نيوانس. انا نصيحتي لهيدي اليوم هي انه وقت بيكون الصوت كثير تعبان وبدنا نعطي باور مش لازم نشد عليه ويطلع مصرخ او حد بالنوتات العاليين وبالباور. لازم كمان بنقدر نحافظ على السوبر وعلى تجويف الصوت لحتى يضل الرنه هيك لذيذه على المسمع. وتصديق لكلامي كمان لو وطت شوية توناليتي كانت ارتاحت هي أكتر. هايدي بنت مميزة عندها حضور شخصية حلوة كتير وأنا بشوفها نجمة بالمستقبل. تنأكد إنه الفن هو صدق هايدي احلى وحده نفذت لي اليوم الايفال لانه بصدق مش عم تمثل. هيك كان لازم كلهم يعملوا هالقد. لازم يكون الفن هالقد هو صادق. بيقولوا بمثل شو بمثل بمثل يعني صادق. اذا مش صادق يعني بيقولوا لك هذا كذاب بمثل مش مزبوط. الممثل هو الصادق لانه فعلا تعبانه بين لنا في تعب بالصوت اكيد بس في غنى بجنن وحساسه وحتى غنت حلو رغم انه الصوت انجرح يمكن هون او ما بعرف شو بيقولوا له زحط هون ما بعرف شو بس غنت حلو. هيدي انا برايي هي صبيه عندها كل المقومات للنجاح من بلش بالضحكه للشكل للصوت للنفسيه الحلوه والقلب الحلو يعني. طبعا بدها شغل كتير بس بظن اقل من غيرها بظن اقل من غيرها وبرافو. ما فيني اقول شيء عن هادي غير انه بتلبي شروط الفنان يعني. اليوم
الممثل او يلي بغني الجمهور جاي يحضره ما بيعرف هالممثل او هالفنان شو بيكون عايش قبل ما يجي على المسرح. اوقات بيكون تعبان وزعلان ومش نايم ومرهق وكل شيء، ولكن بياخد الفنان بياخد قوته من الجمهور ومن واجباته. يعني في بالنهايه واجبات، انا بالنسبه لي هايدي اليوم ادت واجباتها على افضل ما ممكن، وهيدي اتيتود فنان ادت واجباتها. نحن وقت كنا ندرس شام مغنى كان اهم شيء انه لو شو ما كانت حالتنا نقدر نغني وما نعطي اعذار لادائنا. يعني بتخيل هذا الانسان وقتها بيشتغل عليه وبيوصل عليه، يعني هو قطع شوط كبير. انا حبيت اليوم كيف غنت هايدي بالرغم من تعبها. خاطرت شوي انها غنت غنيه لبنانيه محض لبنانيه بالكلام وباللحن وبالاحساس، حطت فيها من شخصيتها، عطيتها طابع بيشبه هايدي، ولكن قدرت توصل المساج بطريقه حلوه بطريقه لايقه وباداء فينا نقول عنه نوعا ما جميل ومحترف.